السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم دائرة بسيطة لفحص مكون الكريستال. هذا بالعربية يسمى مذبذب باللوري، بها الإنجليزية كريستال أوسيليتر. بواسطة هذه الدائرة يمكننا يعني معرفة إن كان شغال أو لا. إن كان شغال عندما نركبه مع هذه الدائرة سوف تشتعل اللمبة أو الليد الأحمر، عندما يكون غير شغال بطبيعة الحال لن تشتعل هذه اللمبة. إذا أصدقائي، هذا هو موضوع الفيديو اليوم، تابعوا. هذا الفيديو برعاية بي سي بي وي، شركة مختصة في صناعة اللوحات المطبوعة بي سي بي. 10 لوحات بطبقة أو طبقتين بخمس دولارات فقط، ويمكنك مشاركة مشروعك مع العامة. أي شخص اشترى اللوحة المطبوعة الخاصة بمشروعك من الموقع، الموقع سوف يقدم لك عمولة. كما تلاحظون هنا مجموعة من الأشخاص قدموا المشروع أو شاركوا المشروع مع العامة. أي شخص أراد شراء اللوحة المطبوعة الخاصة مثلا بهذا المشروع، الموقع سوف يقدم عمولة لصاحب هذا المشروع. والموقع أيضا يقدم خدمة دعم المشاريع، سواء كان مشروعك يعني كبير، مشروع ربحي، أو مشروع صغير غير ربحي. وبالنسبة للمشاريع الغير ربحية، أول طلب يكون بالمجان، وهنا مجموعة من المشاريع المدعومة من طرف الموقع. ويمكن أيضا المشاركة في مسابقة أفضل تصميم، والفائز سوف يأخذ جائزة مالية. لتقديم الطلب في الموقع يجب عليك التسجيل، والتسجيل أول مرة في الموقع سوف يعطيك الموقع 5 دولارات هدية. أولا يجب أن تتوفر على جيربر فايل خاص بمشروعك، وهو ملف مضغوط بصيغة وينرار تستخرجه من البرنامج الذي صممت عليه مشروعك. ومن ثم نحدد يعني أبعاد البوردة. أنا سوف أختار 10 على 10 مليمتر، وهنا الكمية يعني كم من بوردة أو كم من لوحة، سوف أختار 10. هنا يقول لك يعني هل اللوحة تريدها بطبقتين أو طبقة واحدة حتى 14 طبقة. أنا لدي لوحة بطبقتين. ثم نختار لون اللوحة، أنا سوف أختار الأزرق. وهنا تحدد إن كان لديك يعني مكونات إلكترونية في مشروعك، يعني SMD صغيرة الحجم. إن أردت يعني لوحة ستانسل تملأ هذا الخيار هذا، أو إذا كنت تريد يعني مشروعك يكون يعني جاهز بالمكونات الإلكترونية، الموقع يتكلف بكل شيء، ما عليكم سوى ملء هذه الاستمارة واختيار المكونات الإلكترونية التي تريدونها. من ثم ندخل ملف الجيربر، لاحظوا الآن لقد تم قبول الملف الجيربر. عندما يصادقون يعني على طلبك سوف تأتيك يعني رسالة في الجيميل، ومن ثم يعني تكمل مراحل الدفع، الدفع بواسطة البي بال أو الفيزا أو الماستر كارد، يعني على حسب الذي عندك. هذه الدائرة الإلكترونية فهي سهلة الصنع، بحيث لا تحتوي على مكونات إلكترونية عديدة ومعقدة، فقط 2 من الترانزستور NPN وثلاث مقاومات، ثلاث مكثفات وضايود، وأيضا هذا الليد الضوئي فقط. مخطط هذه الدائرة سوف تجدون رابطه أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. الآن سوف أزيل هذه المكونات الإلكترونية من لوحة التجارب وأركبها في لوحة احترافية من موقع PCBWay. أرقام وقيم المكونات سوف تجدونها في المخطط.
الدائرة الآن جاهزة وهي تشتغل ب 9 فولت، حاليا موصولة بجهد 9 فولت، وفي الخارج أوصلتها بجهاز أوسيلوسكوب. الكريستال يأخذ الكهرباء ويخرج دبدبات، وهو دقيق جدا. مثلا هذه الكريستالة هذه مكتوب عليها قيمتها كما تلاحظون 3.579 ميجا هيرتز. إذا لنركبها في الدائرة، إذا لاحظوا في جهاز الأوسيلوسكوب تماما كما هو مكتوب فيها. الآن أتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.